اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا لكن هذه المره مع الشان العالمي كاس العالم للانديه. عندنا كلام عن الدوري الانجليزي، وبالتاكيد هنتحدث عن نجمنا المصري محمد صلاح. ولكن برحب بضيفي الكريم الاستاذ اسلام مجدي الصحفي بموقع في الجول. مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام. هبتدي معاك مع محمد صلاح. محمد صلاح يتحدى الجميع، يثبت ذاته ويؤكد على افضليته بجائزه افضل لاعب في افريقيا. يعني شايف محمد صلاح هل فعلا يستحق افضل لاعب في افريقيا؟ يعني ما فيش جدال على ده، ومش عشان هو مصري، هو يمكن عشان هو مصري ده جزء من الموضوع، بس فعلا محمد صلاح قدم كتير السنه دي، يمكن ما حدش كان متوقع. حتى شفنا ستيف نيكول كان ظهير سابق في ليفربول ومن نجوم الفريق السابقين، كان قبل الصفقه عمال يقول ان هو هيبقى لعيب يعني على مقاعد البدلاء، سكواد بلاير مش اكتر، مجرد لعيب موجود في ليفربول. محمد صلاح قال انه راجع الدوري الانجليزي عشان يثبت نفسه. كنت كلمت يورجن كلوب وقال ان محمد صلاح مش جاي عشان يبقى سكواد بلاير، جاي عشان يبقى نجم فريق زي ما كان نجم في روما، واحنا متوقعين منه ان هو يقدم ده وقدم ده فعلا. محمد صلاح كان كل مره بيقع قدام تحدي ما، كل مره بيلاقي نفسه بينتقد او بيقال عليه ان هو مثلا صفقه فاشله زي ما حصل في تشيلسي، كان بيرجع ويثبت العكس ضعف او ضعفين. طب استنى، هل انت شايف ان محمد صلاح خد فرصته اصلا في تشيلسي؟ هو مع تشيلسي ما خدش فرصه خالص، حتى هو قال كده. قال كده ما خدش فرصه خالص في تشيلسي، ودي كان من النقط كمان اللي هو كان حابب يثبتها، ان هو ما خدش فرصه مع تشيلسي، فانا جاي ليفربول عشان اثبت ان انا لو اخدت فرصه كنت هبقى ايه. طب برضه هسالك سؤال تاني، هل في لاعب يبقى سكواد بلاير يتخطى حاجز ال 46 مليون يورو؟ الاسعار مؤخرا في السوق حكمت الموضوع كده، خصوصا ان ليفربول كان عنده ساديو ماني، كان عنده كوتينيو، كان عنده فيرمينو، وبالتالي هو ما كانش الفريق كان كامل هجوميا. حتى احنا فكرنا صلاح هيلعب فين او على حساب مين، ما توقعناش ابدا ان ساديو ماني ياخد الكتف ده في التشكيل، فنبص نلاقي صلاح هو الاساسي، صلاح هيبقى هداف الفريق، وده يمكن راجع لشخصيه محمد صلاح. صلاح طور جوه نفسه شخصيه النجم الكبير، ما بقاش مجرد مثلا لاعب نجم صاعد، لا بقى نجم كبير. وفي فروق كانت يمكن شفناها، كانت دراسه مثلا عملتها جامعه ابردين زمان مع سير اليكس فيرجسون، فكره تصنيف اللعيبه. جامعه ابردين في اسكتلندا. بالظبط. سير اليكس كان اصلا مديرا فنيا لابردين قبل التوجه الى مانشستر يونايتد. كان الفكره في ان محمد صلاح من نوعيه النجوم اللي هم صنفوها النجوم الكبار، مش هم اللي صنفوه، بس هي الفكره ان هم كانوا بيقولوا ان احنا بنكره تصنيف اللعيبه، بعد كده صنفوا اللعيبه لفئات معينه. لاعب عادي، سكواد بلاير اللي هو اللعيب اللي بيبقى بيديك 7 من 10، بعد كده اللعيب اللي هو بيبقى نجم موهوب بس فيرست تيم بلاير. بالظبط، بس اللي هو نجم موهوب ومش مش 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 بتقدر تعتمد عليه، وبعد كده النجم الكبير، وبعد كده الاسطوره. محمد صلاح يعني هو خلاص دخل مرحله النجم الكبير، بقى عنده شخصيه ما شاء الله، مش شخصيه بطل، اللاعب اللي بيعرف يرد بالفعل ما بيردش بالكلام، اللاعب اللي بيعرف يصرح ويصرح بتصريحات ذكيه جدا في اوقات معينه، يمكن كمان طريقته في الملعب واسلوبه في الملعب بيتطور مع الوقت. كنا بنتكلم على الفينش، بنتكلم على ان هو ما بيجيبش جوال برجله اليمين، ما بيجيبش جوال بدماغه، بقى بيعمل كل ده واكتر ما شاء الله، فواضح جدا ان هو بيتطور وبيطور من نفسه. بس هل توهج محمد صلاح في روما ويصبح نجم وفتى الفتى المدلل للمدينة، وفي وقت بيلعب فيه لسه فرانشيسكو توتي، هل ادالك انطباع ان محمد صلاح كده قادر على ان هو بقى نجم اي فرقه يروحها؟ كان في الوقت ده تحديدا ابتدت تظهر مش فكره ان جمهور روما فعلا، يعني احنا كنا يمكن كمصريين بنقول ان لا ازاي احنا عمالين نضخم في صلاح، بس هو ما كانش تضخيم، جمهور روما نفسه كان واضح ان هو ابتدى يحب صلاح، وهو كان خلاص بقى نجم الفريق، كان هداف الفريق، كان بقى احد اللعيبه اللي بيعتمد عليهم لوتشانو سباليتي في اواخر ايامه عشان يخليه يقود هجوم الفريق في سعيه للفوز، ذهب للدوري الصيني. بالظبط، فهو ما بقاش عنده لعيبه خلاص، ما بقى يعني صلاح بقى من نوعيه اللعيبه اللي هو المدرب بياخده عشان يعتمد عليه كنجم للفريق، مش مجرد جناح او مجرد لاعب في الخطه، وبالتالي الادوار بتختلف تماما، زي ما يورجن كلوب كان بيحصل، زي ما حصل في ماتش ايفرتون لما صلاح خرج، كل المحللين انتقدوا كلوب، قالوا له ده ماتش كبير وده ماتش مهم وماتش ديربي، ازاي تخرج صلاح في وقت كان هو اللي عنده الحل الفردي. بالظبط، يعني وغير حتى هدف الفردي. يمكن من احلى اهداف محمد صلاح واحسن اهداف الدوري الانجليزي في لحد دلوقتي في الموسم، لكن يمكن اصلا يعني لو ركزنا مع محمد صلاح هنشوف ان في الماتش ده كان ليفربول ضاغط وليفربول مهاجم، وكان ايفرتون متراجع وخايف، ولو يمكن كمل في المباراه ما كانش حتى وصل لفكره ان هو يتعادل. فواضح ان هو خلاص بقى تاثيره في الملعب واضح، بقى تاثيره كنجم كبير واضح، كل ده فارق مع محمد صلاح حاليا مع ليفربول، وفارق معاه كمان تغطيتنا احنا كمصريين او متابعه الجماهير المصريه ليه، ده بيفرق معاه، ده بيفرق معاه كلب، عشان كده هو بيطلع يقول انا بيفرق مع اصواتكم، انا بشكر كل صوتوا لي. الموضوع ده بيفرق مع اي نجم في اي دوله في اي مكان. طيب هل محمد صلاح
واستمراره على هذا المنوال. هل ترى ان فعلا التصريحات اللي طالعه من فريق ريال مدريد ان هم بيفكروا او صلاح في الصوره لانهم بيدوروا على بديل لجاريث بيل اللي بيصاب وهو مصاب؟ هو انا كنت كلمت شويه صحفيين اسبان كتير سواء في ماركا او في الكونفيدنشال او في اكثر من صحيفه اسبانيه، كانت الفكره في ان ريال مدريد بيراجع عدد من الخيارات عشان يضم احدها في يناير، وده كاولويه قصوى مهاجم، واللي هو مورو ايكاردي مهاجم انتر ميلان، وفي الصيف ممكن يفكر بنسبه كبيره لو باع جاريث بيل، وده مرجح لو استمر على اصاباته وما رجعش المستوى، لان رجوعه في ماتش الجزيره ممكن يكون خادع، لان دي مش اول مره يعملها جاريث بيل. واعتقد الجزيره ليست هي المقياس مع كل احترامنا وتقديرنا، لكن قلب الماتش يعني الرجوع امام برشلونه، الرجوع في دوري ابطال اوروبا هيكون تقييمه افضل. بالضبط، بس هي الفكره كمان في وجهه نظر ان جاريث بيل بيرجع يغير نتيجه الماتش، بس بيتصاب تاني 3 او 4 او 5 او 6 او 10 ماتشات بعد كده، فده مش مقياس رجوع جاريث بيل. وبالتالي هم بيفكروا بمنطق ان لو جاريث بيل كمل على الاصابات فجاريث بيل هيباع في الصيف، وبالتالي هو هيحتاج. هل فعلا ممكن يكون ضمن الصفقه لوكاس فاسكيز؟ لا، دي كان يعني ده من تقرير من دون بالون مش اكتر. لكن هي الفكره ان هو هل من ضمن يعني هو ليفربول اكيد بكل تاكيد المبلغ اللي هينتقل بيه ريال مدريد هيبقى مبلغ كبير جدا، لو كمل على المنوال اللي هو بيكمل بيه ده، لو كمل على الاهداف او معدل الاهداف اللي هو بيسجله دلوقتي اكيد هيبقى هداف الدوري الانجليزي، ممكن يترشح لجائزه اللاعب العام. وفي لاعيبه فعليا ديفيد تومسون لاعب ليفربول السابق رشحه لجائزه اللاعب العام خلاص من بعد جوله في ايفرتون، فواضح جدا ان هو لو مع الوقت زاد المعدل لصلاح وزادت ما شاء الله اللي هو بيقدمه دلوقتي اكيد سعره هيعلى اكتر. فالموضوع مش هيبقى داخل فيه لوكاس فاسكيز ومش فكره صفقه تبادليه، هو يمكن اجتهادات صحفيه مش اكتر، لكن السعر هيكون مش اقل من 80 او 90 مليون واعلى كمان، لان الاسعار خلاص بقت دي الاسعار الطبيعيه حاليا للسوق. وهل ترى ان قيمه صلاح التسويقيه الان اصبحت تتعدى حاجز ال 100 مليون يورو؟ هو حاليا لا، يعني حاليا صعب خصوصا ان ليفربول حتى ما فكرش في بيعه، خصوصا ان هو لسه في ترقب هل هو هيستمر على ده ولا لا، كل ماتش بيسجل الناس يعني بتطلب يطلبوا في كوتينيو 140 و150 مع برشلونه يمكن طلبوا اكتر من 200، يعني دلوقتي الموضوع وصل ل 200، هل ممكن يطلبوا في صلاح مبلغ يتعدى قيمه ال 100 مليون؟ هو الفكره ان هو كان ليفربول مع كوتينيو كان رافض بيع كوتينيو من الاساس، يعني هو كان رافض. هل ممكن يوافق انه يبيع صلاح؟ برضه هيكون الموضوع بيعتمد على الفريق، يعني حتى كان اكثر من حتى سواء ليفربول، يعني صحفيين جوه النادي، صحفيين اللي هم بيبقوا جوه النادي، صحفيين الصحف البريطانيه كانوا قالوا لي ان هم الفكره بالنسبه لهم الموقف كله هيعتمد على ليفربول، هل ليفربول هيبقى عايز يبيع فعليا صلاح ولا لا. طب انت وجهه نظرك يعني شايف ايه؟ وجهه نظري الشخصيه ان ليفربول هيبقى صعب جدا يبيع نجم فريقه الاول هداف الفريق زي ما حصل مع لويس سواريز، والموضوع خلص بان سواريز مشي في الاخر بضغط كبير جدا سواء منه او بضغط الصفقه، خلاص هو كان وصل لمرحله مع ليفربول انا بلعب ومحدش بيلعب غيري. وبالتالي خلاص انا وصلت لمرحله ان انا لازم امشي من ليفربول ورايح برشلونه عشان ده حلمي. فلو فعلا دي رغبه صلاح ولو النادي خلاص صعب قريب. اعتقد يعني احنا بلاش نسبق احداث، ولكن خلينا نحط الناس في السياق، يعني صعب انا كلاعب وانا في المرحله العمريه يجي لي ريال مدريد وصعب ان انا ارفض بصراحه. يعني ريال مدريد زين الدين زيدان النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل ماتش جريميو عن صلاح، وقال ان هو لعيب كبير ولعيب بيتطور، وقال ان هو عنده اديك بتاكد الاحلام اهو، احلام طبيعيه خصوصا ان انت هداف دوري انجليزي. انت وافضل لاعب في افريقيا جايزه بي بي سي ومرشح لافضل لاعب في 2017 من الكاف، ولاعب شهر 4 مرات في ليفربول، بيعمل حاجات يعني خارقه مع النادي في اول موسم ليه، المفروض انه في دوري انجليزي مشاركه فعاله مع تشيلسي هو ما خدش فرصته. انا كنت لسه هقول لك بالظبط، يعني هل شايف انه اتعلم من تجربته في تشيلسي؟ اكيد اتعلم حاجات كتير جدا، اتعلم الاجواء، اتعلم الطريقه اللي ممكن يلعب بيها، اتعلم خشونه الدوري. ستيفن جيرارد كان اتكلم عن ان صلاح بدنيا بقى اقوى من السابق، الموضوع ده بيفرق، الموضوع فكره العضلات البدني، الدوري الانجليزي بدني جدا، دوري دفاعي اكتر من انه هجومي، بيعتمد اكتر على ذكاء المهاجمين، على قوه المهاجمين البدنيه، شفنا هداف الدوري الانجليزي بيبقى هاري كين البدني القوي، شويه بينافسه اليكس سانشيز، لكن ما شفناش مثلا لعيبه زي ايدن ازار بيدخلوا في سباق الهدافين قوي، لان ايدن ازار مهاري اكتر. متألق للسنة اللي هو فات. متألق ولا زال متألق، هو نجم تشيلسي الاول، بس هي الفكره ان اللعيب المهاري في الدوري الانجليزي زي لعيبه امريكا اللاتينيه بيفضلوا اسبانيا اكتر، عشان الدوري الاسباني بيحتضن شويه المواهب دي، فكره الموهوب والسرعه والمساحات اللي بتبقى موجوده في الدفاع عكس الدوري الانجليزي. يعني احنا شفنا الدوري الانجليزي الفرق بتتراجع لورا وبتقفل المساحات دايما. طب هل ده بيدي افضليه لمحمد صلاح في انه بيحط نفسه في فئه اخرى افضل من تقييم اللعيبه؟
طبعا هي الفكره في ان محمد صلاح اتطور. يعني احنا كنا بنقول زمان زي ما قلت لك ان من سنتين كنت بتتكلم عن انه لو يطور بس الفينش بتاعه شويه، لو صلاح بس اللي يلعب برجله اليمين شويه، لو يروح عندنا شوية. صبر يعني. هل شايف ان احنا حتى كمصريين بنصبر قبل الانتقاد، ولا احنا على طول لا ده لازم يعمل كذا، لا ده لازم يعمل كذا، مش حاسسها؟ هو لحد النهارده هو بينتقد حتى على التغطيات يعني. لو الاعلام اهتم بيه، الاعلام المصري بيتم الحجر على اهتمام الاعلام بيه، عشان لمجرد ان انتوا يا جماعه انتوا كده بتضغطوا عليه. لكن هو ما بيضغطش عليه باي شكل من الاشكال، لان هو انا واثق ان هو اكيد ممكن ما يكونش متابع اصلا، ويكون مركز مع فريقه اكتر، لان هو مش هيجيب اجوال ومش هيلعب بالاداء ده غير لو هو ركز مع فريقه. هو في احترافيه في انجلترا اكتر من الموضوع فكره ان هو يتابع الاخبار. هو بيبقى عنده وكيل، اي لاعب بيبقى عنده وكيل يتابع له الاخبار. لكن لو سالته عن الصحف او سالته عن هو يعرف باشاده بيلي، لان بيلي كان على تويتر، هيعرف بتصريحات زيدان. لكن ماشي، وبعدين يعني ما فيش يعني الفكره ان هو ده مش بيوقع عليه اي ضغط. خلينا نروح للمضمون بتاع السؤال. هل انت شايف ان احنا متسرعين في الحكم، خاصه ان احنا دائما وابدا عندنا عقده الخواجة؟ يعني صلاح اذا لم يعني للاسف، وكنت بواجه ده حتى من بعض الضيوف، ان الكل كان بيتحدث حتى في الكلام عن انتقال صلاح لليفربول انه ممكن ما يفشل، يعني يفشل في الدوري الانجليزي اكتر من قيمه نجاحه مع ليفربول. هل شايف ان احنا عندنا عقدة الخواجة لسه؟ يعني انا حتى بلاحظها في فكرة ان تصريحات الناس نفسها. يعني لو بصيت على الناس نفسها على تويتر مثلا، يقول لك انتوا بتصوتوا له لان هو ما يستحقش الجائزة، انتوا بتصوتوا له عشان هو مصري. طب يا جماعة، ده هداف الدوري الانجليزي، راجل جايب هدف الشهر في ليفربول. ما بيتمسكش. خلينا نتكلم بقى بالبلدي، صلاح ما بيتمسكش، محدش بيقدر عليه. ما شاء الله عليه. ايوه ما شاء الله، طبعا ربنا يزيده. ولكن صلاح امام يعني الاكثر حاجة بتديني انطباع ان صلاح كان قادر على النجاح، حينما شاهدته امام الريال وهو افضل واحد في فرقته امام ريال اس روما، شفنا امام راموس ومارتيلو كان عامل ازاي. نفس الشيء من اول انطباعه امام تشيلسي كان بيعمل ايه في ايفانوفيتش واشلي كول لو تفتكر قبل انتقاله لتشيلسي. اذا الراجل بيكون موجود في المقاطع الصعبه، عنده الموهبه وعنده الاراده. طب احنا ليه دايما بنحكم بدري؟ هو مش فكره حكم بدري، بس زي ما قلنا انها عقدة خواجة، ان دايما مثلا ما ينفعش احطه في الكاتيجوري بتاعه كريستيانو رونالدو بتاعه ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو وميسي مش طبيعيين، خلينا نحطه في كاتيجوري البنات. هحطه في ايدن مقارنه مع ايدن ازار؟ لا، ده بيلعب في تشيلسي ونجم وبطل دوري انجليزي وصلاح لسه رايح. طب ما صلاح هداف الدوري، صلاح نجم ليفربول، ليفربول فريق كبير. حتى وان كان بيمر بظروف مش اللي هي مؤخرا، بس برضه لا ينتفي خالص تاريخ النادي. نعم. تاريخ النادي الكبير. وبالتالي احنا بنتكلم عن تاريخ النادي سواء على المستوى المحلي او الاوروبي، هو اللي هو الانجح اوروبيا والتاني محليا. بالظبط. فاحنا بنتكلم عن لاعب بيلعب فريق كبير، فايه اللي يعوق او ايه اللي ممكن يمنع، او ليه الحاجز دايما في فكره ان احنا ممكن نعتبر صلاح من ضمن الافضل؟ نعم. ليه ما بنقيموش؟ اذا كان زين الدين زيدان النهارده بيقول انا بقيمه وبقيمه اللي هو مدرب انهي فريق؟ ريال مدريد الفريق الافضل في العالم الموسم الماضي. بالظبط، هو بيقول انا بقيمه وبقدره كتير جدا، يعني بيقدروه. طب هل سأله كان صحفي عربي ولا صحفي أجل؟ صحفي هو يعني في موندو بورتيفو كتب انه صحفي محلي، فاغلب الظن انه صحفي عربي يعني. نعم. وده طبعا لا يعني طبيعي. لا احنا ده بالعكس، ده بالنسبه لي يديني انطباع ان انا الناس في المستوى الوطن العربي عندهم احساس ان صلاح قادر ان يكون عنده يلعب في ريال مدريد. هو دايما اللي ممكن يصدنا احنا بالحزن، دايما فكره التصويتات لصلاح ان الناس واخداها فكره ان هو جوائز غير مستحقه. بس لو انت ما دعمتوش مين اللي هيدعم؟ يعني مين لو انت المصري اللي زيك ما دعمتوش مين اللي هيدعمه؟ طب ما هو مين اللي دعم اوباميانج؟ ما كان برضه يعني الناس. الطبيعي ان التصويت سواء جمهور دورتموند، يعني جمهور النادي هيجري على لاعب، بس ده لعيب من بلدك. يمكن كان عندك زمان احمد حسام ميدو، كان عندك حاليا محمد النني، عندك احمد حجازي، لو هم كلهم ترشحوا طبيعي هتقف جنبهم. ما هم يعني دي فرصه وساين ان هم يبقوا ملهمين للاجيال الجايه. طب اسلام، هل جو ملعب الانفيلد من الجمهور وجمهور ليفربول مختلف عن اي جمهور في انجلترا صراحه، هل ده كان شيء ايجابي بالنسبه لمحمد صلاح عكس جمهور تشيلسي اللي تم وصفهم بجمهور السيلفي؟ لا، هو يمكن الدعم الجماهيري بيفرق جدا مع اي لاعب عموما، مش محمد صلاح، اي لاعب في العالم بيفرق مع الدعم الجماهيري. يمكن جمهور تشيلسي كان لازم في الوقت ده، كان حريص، اللعيب جاي له من بازل، كان جاي له لسه جديد، جاي فيه جولين، فاللي هو الفكره ان
انت جبت صلاح عشان سجل ضدي مورينيو كان اجواء الانفيلد مختلفه. خلينا نتفق على ان اجواء التشجيع في الانفيلد مختلفه وطبيعي، وفئه يعني فئه الجماهير نفسها كمان مختلفه. يمكن جماهير تشيلسي مع كامل الاحترام، بس فئه الجماهير نفسها مختلفه. في جمهور ليفربول بيوصف بالوفاء لانه هو دايما مع فريقه مهما حصل. يو ويل نيفر ووك الون بالظبط. فهو فالفئه نفسها مختلفه، وبالتالي كانوا بيغنوا لصلاح، بيعملوا اغاني لصلاح دايما، بيدعموا صلاح دايما. ف ده فارق معاه حتى هو نفسه، استقباله نفسه وقت موقع الصفقه كان واضح الفرق الكبير. لا وابتدى كمان صلاح بنشوف تعبيرات جميله في احتفاله باهدافه مع الجمهور، دي ما كانتش بتحصل من قبل يعني. دي جانب مهم في شخصيته، زي ما قلنا شخصيته ما شاء الله بتمه يعني. هو نفسه ذكي، فاللاعب الذكي ده مهم، هو شخصيته بتمه. ما كانش اول كنا بنقول ان الكاريزما الانتقادات الكتيره اللي وجهت لصلاح هو خدها بطريقه ايجابيه وحولها كلها لمزايا في شخصيته، دي حاجه مفيده جدا ومهمه جدا للاعب الكوره. هو زي ما قلنا ان هو في مرحله نجم كبير وماشي في سكه الاساطير، فربنا معاه في السكه دي، لكن هو ممتاز يعني، مفيش جدال على ده. طب هو اكثر من ممتاز، خلينا نبقى واقعيين. طبعا ضيفنا اسلام يعني بيحب محمد صلاح، ولكن احنا دايما يعني حبنا لمحمد صلاح بيوصل لانتماء للبلد. انت تحس ان انت بتدعم بلدك يا اسلام، تتفق معاك؟ هو فخر لينا وواجهه مشرفه لمصر اكيد بكل تاكيد. طيب هل شايف وجود حجازي بهذا الشكل في الدوري الانجليزي، هل كان بالنسبه لك مفاجاه، ولا كنت متوقع ان امكانيات حجازي تؤهله ان هو يبقى بهذا الاداء مع ويست بروميش ألبا؟ هو حجازي يمكن فترته الصعبه في فيورنتينا زمان لما كان لعب، هو كان عظيم لما لعب مع فيورنتينا، بس للاسف الاصابه حالت دون ان هو يظهر بالشكل ده. فين صليب بالظبط؟ فالموضوع ده حل انه يظهر، لكن هو كان مع الاهلي كان مبشر جدا، ومع منتخب مصر كان مبشر جدا. لما راح ويست بروميتش البيون كان كله يعني ما فيش حد ما توقعش تألق حجازي، لان حجازي ما شاء الله برده شخصيه ولاعب قوي جدا ومدافع قوي جدا، من المدافعين القلائل اللي بيعرفوا يمرروا الكوره، ودي ميزه كبيره جدا في المدافع. يمكن لما راح برده كنت كلمت توني بوليس فقال ان هو شافه مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه واعجب جدا باللي قدمه. كمان كان حد عمل معاه حوار من اكسبريس اند ستاندرد الصحيفه هناك في برمنجهام، فكان بيكلمني عن حجازي، فقلت له تعالى نتراهن وشوف حجازي. هو طبعا جماهير ويست بروميتش كانت خايفه جدا من الصفقه، قلت له تعالى نتراهن وبعد 15 ماتش نشوف حجازي هيعمل ايه. يعني هو اكيد احسن من جوني ايفنز، احسن من اي مدافع موجود حاليا حتى في ليفربول، مش هنقول جوني ايفنز ده حقيقي. لا احنا بنتكلم على ويست بروميتش يعني بالضبط، عشان يعني بس ما يعرفوش من احسن المدافعين الموجودين في الدوري الانجليزي حاليا. يعني هو في ماتش ليفربول اللي فات كان حسب موقع هو سكورد واخد افضل لاعب في المباراه. نعم ده حقيقي فعلا. فحجازي من افضل المدافعين، وخد رجل المباراه في بداياته مع ويست بروم. يمكن حاله الاداره الفنيه يمكن الضعيفه شويه كانت في نادي مع توني بوليس، وعقبها تغيير لالان باردو. يمكن ده بس اللي فرق شويه معاه، لكن اكيد مع الوقت هيتالق مع الان باردو. طيب هو بتروجيت تفوق على الاتحاد السكندري، معلش انا لسه النتيجه جايه لنا دلوقتي، والماتش يعني دوبك على الانتهاء، تم الانتهاء اللقاء بتفوق بتروجيت على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء. محمد شاهين كان تقدم لفريق بتروجيت قبل ان يضيف اللاعب المخضرم مصطفى شبيطه لاعب نادي الاهلي السابق ايضا هدف التقدم الاخر، يبقى هدفين مقابل لا شيء وثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لكابتن محمد يوسف مع فريق بتروجيت. نرجع مره ثانيه لحجازي، هل شايف ان تألق حجازي بهذا الشكل في الدوري الانجليزي ابتدى في حوارات من بعض الفرق وابرزها ليفربول، خاصه ان فيها صلاح، ابتدوا يتكلموا على ممكن ان هم يفكروا في ضم محمد النني؟ يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى طبعا لان حق الشراء في ايد ويست بروميتش، وكان كابتن سعد عبد الحفيظ يتكلم عن الفكره نفسها ازاي حجازي يروح لليفربول او اي نادي ثاني عكس ويست بروم، فالموضوع عايز رغبه حجازي وموضوع ثاني. بس انا مش شايف الموضوع بعيد يعني، هو فعلا ما احنا لو بصينا على قلوب الدفاع في الدوري الانجليزي قليلين يعني، قلوب الدفاع مش شايفين حد متالق بشكل لافت يعني. يمكن بالظبط اقوى خطوط دفاع موجوده يمكن مانشستر سيتي بيحاول يدور على مدافع حاليا، هيجيب فان دايك ستونز واوتامندي فقط، حتى ابتدى يشارك مانجالا اللي كان في فالنسيا السنه اللي فاتت، فهو بيدور على مدافع، وحاليا فان دايك هو اقرب مدافع ساوثامبتون اقرب ان هو يروح. انديه كتير جدا اكيد هتبقى عينها على حاجه، يعني في انديه كتير جدا عايزاه بالظبط. فهو القلائل، هو تالق الموسم ده وقدم مستوى كويس الموسم ده على الرغم ان فريقه ضعيف، ومش معنى ان فريقه بيستقبل اهداف كتير ان هو ليه اليد العليا بالموضوع ده بالظبط، مش ليه اليد العليا في الموضوع او هو متسبب في الموضوع ده. ويست بروميتش مش ويست هام، بس هناك عندهم وست كتير وعندهم فاوث كتير، بس احنا بنتكلم على ويست بروميتش البن. طيب نروح قبل ما نرجع للدوري الانجليزي، هذهب الاول لكاس العالم للانديه.
غدا النهائي ومواجهه مكرره خلاص اصبحت ما بين بطل دوري ابطال اوروبا وبطل دوري ابطال امريكا الجنوبيه ليبرتا دوريس. مواجهه ما بين ريال مدريد بكتيبه النجوم كريستيانو رونالدو ورفاقه، طبعا انا لو سردت مع كل قائمه ريال مدريد نجوم، امام فريق جريميو. فريق جريميو الفرق البرازيليه بتبقى متحفزه بشكل كبير وتبقى رايحه لهذه البطوله لان كله عايز يروح يلعب في اوروبا. هو يمكن جريميو كمان تقريبا اول مره ليه في كاس العالم للانديه، فهو حابب يثبت نفسه ضد فريق بحجم ريال مدريد، خصوصا ان ريال مدريد ما كانش مبشر في مباراه الجزيره او ما كانش الخصم القوي اللي توقعه الجميع، وده خلى ريناتو مدرب جريميو طالع بيتكلم او بيلعب مايند جيمز مع رونالدو وبيقولوا ان انا كنت لعيب احسن من رونالدو، ودخل سكولاري ياكد على الكلام رغم ان سكولاري درب كريستيانو بس اكيد هيروح لابن بلده. اه بالظبط، بس هو وكمان غير كده هو درب كمان ريناتو، فهي الفكره ان هو يعني هو بص لها من ناحيه ان هو خرج نجم الفريق، لان فعلا اللي فرق في ماتش الجزيره في المقام الاول ان رونالدو استغل لعبه لسالم راشد يمكن اتعامل معاه بسذاجه شديده، راح رونالدو سجل الهدف، ده كان هدف التعادل اللي يمكن قلب نتيجه المباراه شويه، فهو حابب يخرج نجم الفريق الاول عن تركيزه من المباراه تماما. انا شايف كريستيانو رونالدو يمكن اكتر لاعب في العالم بيتعرض لانتقادات واكتر لاعب بيتصفر عليه وما بيفرقش معاه بيحرز اهدافه، ما ده اللي كنا بنتكلم فيه، الشخصيه القويه اللي يمكن مارادونا نفسه كان يتكلم عنها، قال ان رونالدو عنده شخصيه قويه جدا بتفرق مع ريال مدريد. شخصيه رونالدو في المباريات الكبيره لما ريال مدريد بيحتاجوا، يعني الموسم اللي فات لو ركزنا مع ريال مدريد لما خسر في الكلاسيكو في الدوري لما ميسي مسك التيشيرت بتاعه في التيشيرت في المباراه، هو المباريات اللي بعد كده كل اللي حسمها رونالدو والمباريات المهمه تحديدا اتلتيكو مدريد ماتش يوفنتوس ماتش بايرن ميونخ، اي ماتش هتلاقيه في الموسم كان مهم هو اللي كان بيحكي. ماتش اليوفي الفاينل احرز هدفين وايه يعني قدام مين؟ ده دفاع ايطاليا. المباراه الكبيره هتلاقي شخصيه كبيره اللي بتقف فيها دايما، وكان كريستيانو رونالدو في الميعاد، فهي دي الفكره. فحتى كان مارادونا شبهه بيوهان كرويف، قال ان يوهان كرويف هو اللي كان بيعمل كده زمان، هو قائد مع اياكس، ده كان في بعض الامور هو اللي بيحط الخطه بالضبط. فهي الفكره ان رونالدو شخصيه اقوى من مجرد من فكره ان هو مجرد لاعب مهاري او لعيب بيفرق، لا هو بيفرق مع ريال مدريد جدا. طيب انا برضو مش هينفع اغفل دور نادي الجزيره الصراحه اللي فاجئنا كلنا، هل كنت تتوقع ان الجزيره يصل بهذا الشكل او ويحرز هدف في ريال مدريد مهما كانت هجمه مرتده ولا، لكن وجوده في هذه البطوله بهذا الشكل وفوزه على فرق حتى يعني او ابرزها يعني بطل دوري ابطال اسيا وروا الياباني فاز عليه وهو لم يصل الى نهائي دوري ابطال اسيا. هو يمكن اللاعب العربي دايما بيبقى عنده حافز كبير جدا ان هو يجي في الماتشات الكبيره او المهمه اللي زي دي يقدم 3 أو 4 اضعاف مستواه. فلما هينكتن كات مدرب الجزيره كان خرج وقال ان هو محتاج 3 أتوبيسات قدام ريال مدريد، هو كان بيهزر، لو شفنا احتفالهم بالهدف هم كانوا فرحانين بس كانوا بيضحكوا يعني مش مصدقين الخطه نجحت. نعم. فكره ان انت هتلعب على المرتده وهتلعب بنفس خطه المباراه الاولى وهتستغل سرعه رومارينيو في انهاء هجمه لعيب كويس قوي يعني اثبت وجوده صراحه. هي الفكره ان هو ما كانش بالقوه دي، يعني رومارينيو ما كانش بالقوه دي وما ظهرش بالقوه دي غير في كاس العالم للانديه، وده يمكن هو عايز يرجع لاوروبا يعني الله يعني أوروبا. ممكن يعني هو لسه سنه صغير، هو 25 أو 26 سنه، فهو هو لسه صغير. الفكره ان هو ما كانش بالقوه دي فعليا في مسيرته كلها، فظهر رومارينيو بسرعه وبقوه وبيسجل اهداف، فده فرق مع الجزيره ضد ريال مدريد. طب هل وصول جريميو للقاء النهائي هل بالنسبه لك كان شيء متوقع وبيحدث كالعاده؟ هو كان الطرف المرشح الاول، حتى لو باتشوكا يمكن كان اللي جاب الجول عندهم ايفرتون اللعيب بتاعهم اللي جاب الجول الفوز في الدقيقه 95 أو 94 تقريبا، كان صرح وقال ان احنا كنا دارسين كويس باتشوكا من المباراه الاولى، شفنا ان المدافعين بتوعهم طوال وبطيئين جدا فاحنا كنا بنستغل الموضوع ده لصالحنا. جريميو فريق بدني قوي جدا، بيتعامل مع المرتدات بتركيز وبذكاء شديد جدا، وده ممكن يتعب ريال مدريد. فالفكره فعلا ان هو كان الفريق قوي، عندهم لوكاس باريوس نجم طبعا نجم باراجواي وباراجواي بالظبط، فهم عندهم لعيبه وعندهم لونه ده مهاجم كان بيحب محمد زيدان جدا لوكاس باريوس ده كان بيعمل له دويتو هايل خدوا الدوري ايوه بالظبط مع يورجن كلوب فهي الفكره بالنسبه لجريميو فريق داخل كان مرشح فعلا يتخطى باتشوكا، يمكن عانى من صعوبات شويه لان باتشوكا برضه مش خصم سهل. طب هسالك سؤال مهم جدا، الدوري البرازيلي يستقبل لعيبه من الارجنتين، يستقبل لعيبه من المكسيك، يستقبل لعيبه من باراجواي اورجواي، وعلى الرغم ان هو اكتر دوري بيصدر لعيبه في العالم،
ممكن القوة المالية، يعني احنا لو فكرنا هنلاقي القوة المالية هي اللي بتحكم الموضوع ده. يعني الراتب اللي هتديه لعيب مثلا، لو انت عايز تستقبل لعيب من اوروبا، خصوصا كمان ان انت امريكا الجنوبية البيئة بتاعت اللعب هناك وارتفاع مستوى سطح البحر والاجواء هناك صعب تلعب فيها كلاعب اوروبي عن اللاعب امريكا الجنوبيه اللي متعود على الاجواء فعليا. ففي القاره هناك سواء امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه بيبقوا عارفين كويس الاجواء بينهم وبين بعض. طبعا شايف ان وصول انديه البرازيل دايما لكاس العالم للانديه، وده معناه ان هم مسيطرين في بطوله ليبرتادوريز، هل هم بيدي لك انطباع ان الدوري البرازيلي حتى اقوى من الارجنتيني؟ هو يعني حتى من نوعيه اللعيبه نفسها اللي بتطلع وبتشارك في البطوله وبنشوفهم، يعني احنا شفنا زمان ضد الاهلي لو فاكرين الكسندر باتو، حاليا ارثر، يمكن ارثر بس مشكلته ان هو مصاب فممكن مش هيلعب مع ضد ريال مدريد. يعني خلينا نفكر مثلا مشاهدينا ان سنه 2000 كورينشنس خد اول بطوله، 2005 ساو باولو وده النادي اللي طلع كاكا، كورينشنس كان في هذه الفتره بقى كان عنده فامبيتا وكان عنده ناس كتير قوي من منتخب البرازيل، وبعدين انترناسيونال الكسندر باتو كان عندهم فرنانداو لو تفتكر فيرود الكبير، ولكن اليكس باتو هو اللي احرز الهدف التاقلم مع النادي الاهلي والتاهل. بعدين من 2007 ابتدى يعني التوجه بقى لاوروبا، اي سي ميلان ابتدى الموضوع ب 2007، 2008 مانشستر يونايتد، 2009 برشلونه، 2010 الانتر، ثم عاد مره ثانيه برشلونه في 2011، ثم في 2012 كورينثنس يعود مره ثانيه ويفوز بهذه البطوله، وكان النادي الاهلي موجود في هذه البطوله، ولو تفتكر باولو جوريرو كان لعيب من بيرو وكان برضه متوجه مع كان موجود مع فريق كورينثنس، اذا هم برضه بيعرفوا يجيبوا محترفين. بالنسبه لهم اللعيبه دي يعني هو في امريكا الجنوبيه الاعتقاد ما بيبقاش دول هم بيبقوا محترفين نظريا من دوله تانية، بس لعيبه يعني امريكا الجنوبيه كلها مقفوله على اللعيبه بتاعتها، فبالتالي هم بيبقوا عارفين الاجواء اكتر واقرب بالنسبه لهم ان هم يلعبوا مثلا في البرازيل او في الارجنتين، بيعرفوا الاجواء كويس، عكس لو جبت لاعب من اوروبا وحطيته في امريكا الجنوبيه الموضوع بيبقى صعب جدا عليه، زي سيدور في مصر بالضبط. الموضوع بيبوء بفشل ذريع، ده مش معناه ان اللاعب ده هو اللي فاشل او كده، بس مفيش تكيف، انت جايب لعيب من قاره ثانيه تماما، نظام والتزام ونوم بدري وكل حاجه ماشيه على الساعه. الجنوبيه اجواء صعبه جدا بشتى الاحوال. الدنيا حلوه هناك. طيب هنروح للقاء، اللقاء بالنسبه لجريميو هو كل حاجه، وبالنسبه لريال مدريد ايضا اصبح الحصول على لقب كاس العالم للانديه من اهم الانجازات اللي بتضاف، على الرغم ان انت بتلعب ماتشين ولكن تبقى سجل رائع، حتى ان ريال مدريد الان لو خد هذه البطوله هيبقى الاكثر حصولا على هذه البطوله في التاريخ. هو يمكن النهائي ريال مدريد هيكون ليه حسابات ثانيه شويه، يعني شفنا زين الدين زيدان اتكلم في المؤتمر الصحفي قال ان بنزيما هيدافع عن بنزيما لحد الموت، يعني هو بالنسبه له ريال مدريد ممكن اسالك ليه؟ هو بالنسبه لهم يعني كذا سبب، احنا ممكن نبص لها الاول من سبب التسويقي، ان كريم بنزيما لو طلعت دلوقتي وانتقدته في وقت زي ديسمبر وانا عايز اشتري مهاجم في يناير، فالنادي اللي هروح له انا رايح مضطر، فانا هشتري المهاجم ده بدل ما هو مثلا ب 100 فانا هجيبه ب 400 و500. فانا هجيب هضاعف السعر على نفسي، لكن انا جاي لك مش محتاج لاعب، وبالتالي انا خلاص انا مش عايز يعني خلاص مش مضطر اشتري منك، فهجيب بالسعر العادي. النقطه الثانيه ان هو ما عندوش بديل لبنزيما. مفيش مهاجم يعني بورخا مايورال لسه شاب مش بالقوه الكافيه ان هو يغطي كريم بنزيما، ده نجم الفريق الوحيد في المركز ده، فبالتالي مفيش خلاص. احنا معنا على الهاتف الاستاذ حسن الجسمي المتحدث الرسمي في الاتحاد الاماراتي. مساء الخير يا فندم. النور، اهلا وسهلا. تحياتي يا فندم، تحيات الاستاذ اسلام مجدي الصحفي بموقع في الجول. شكرا يا ابو فاروق وشكرا لك والاستاذ اسلام، تشرف ان يكون على قناتك المؤثره، واهلا بالمصر الحبيبه على بروفنا كمان. اهلا بكم. الامارات طبعا شعب شقيق، صراحه كلنا فاجئنا اداء المبهر للجزيره الاماراتي في كاس العالم الانديه، حتى اصبح الكل يشاهد لقاءات الجزيره ويشجعه. شوف، اولا الجزيره قدم اداء اعجازي، لان النتيجه هذه ما كان يتوقعها اكثر التفائلين. نعم. لكن كره القدم تثبت لنا يوم عن يوم جماليتها في عدم توقعها، يعني لو نحن نروح على التوقع ونحط الرياضيه كره القدم ستصبح كره اللعبه ممله. نعم. هي جماليتها اولا تبدا في الاشياء الغير متوقعه، في الاحداث الدراماتيكيه والاحداث غير 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 عقلانيه في كره القدم، لكن التسيره قدم اداء مميز جدا، اداء رجولي فاجئ رياضي، لغوا عند هدف، لو الهدف الثاني كان مختلفة بشكل كبير، لكن الجزيرة
سطر دار الاماراتيه في كاس العالم الاسيا كما هو نادي الاهلي في مصر. نعم. في فتره سابقه زمان بوتريك لما كنا في الامارات كنا نشجع صوت واحد. نعم. فريق الاهلي في كاس العالم الاسيا. الان الجزيره غدا سيلعب مباراه الثالث والرابع مع الفريق مع باتشوك. سيلعب مع باتشوك. نعم راح يلعب مع باتشوك مباراه الثالث والرابع. راح يلعب ريال مدريد مع جريم المباراه النهائيه. نتمنى الاجواء والحدث يكون في المباراه النهائيه تكون على مستوى الحدث لان التنسيقي بالاجواء الحضور الجماهيري باجازه الفيفا ان هذه من اجمل البطولات في كاس العالم الانديه. ده حقيقه استاذ حسن خاصه ان اداء الجزيره شجع الكل ان هو يذهب ويؤازروا في المدرجات. صحيح لان الجزيره دائما صاحب الارض باي بطوله لا عشان تنجح اولا صاحب الارض لابد ان تكون له كلمه مختلفه يكون له حضور لان في النهايه الجماهير تاتي بالارض والجمهور بغض النظر عن ريال مدريد ولا فرق اخرى لكن وجود الفريق المثل العربي بالاضافه الى الهدى طبعا وجود صاحب الارض بهذه الاشياء الجميله الدراماتيكيه اللي حصلت انا اتوقع انها كانت جماليات البطوله إذا أخذناها من ناحية الانفراستراكشر والبنية التحتية في دولة الإمارات من الأوائل في العالم في هذا الجانب الرياضي. ما شاء الله ده حقيقي فعلا. التنظيم فنحن دائما في الاتحاد الأسيوي. نعم. نكون رقم واحد في التنظيم، دورينا الآن يصنف رقم واحد من ناحية التنظيم في 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 آسيا. نعم. نحن قادرين الكاس آسيا 2019 ستكون في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أربع إمارات. فهذه هذه كلها تضاف لهذه كلها تضاف للسجل. الكره الاماراتيه اللجنه المنظمه لهذه البطوله قدمت دروس في مساله التنظيم في مساله الكرنفالات التي تصاحب المباريات. ده حقيقي احنا حسينا يا استاذ حسن ان هذا المونديال للانديه مونديال دافئ عكس اليابان، اليابان كنا بنحس بالسقعه حتى في طريقه التنظيم وفي المباريات وفي الحضور الجماهيري، ولكن هذا المونديال كان مونديال دافئ للانديه. صحيح عشان تنجح اي بطوله انت محتاج اولا بنيه تحتيه ممتازه لان على الاقل 5000 صحفي يحضر هذه البطوله. صحيح الناس يقولون انها بطوله عاديه لكن يحضر 5000 صحفي وهذا رقم ليس بالقليل، افضل فريق في العالم. ماذا يعني ان يكون لديك فريق ريال مدريد؟ ريال مدريد البراند الاقوى رياضيا. نعم. الفريق الاقوى اوروبيا هو يعتبر فريق القرن. هو بطل العالم للانديه، هو بطل الشامبيونز ليج في اخر سنتين. نعم. ياتي معها وقبلها بايام كريستيانو رونالدو يحقق الكره الذهبيه. مكاسب كبيره حتى انت تحتضن فريق بهذه القيمه وجماهير المحبه في كل انحاء العالم هذه لابد ان تكون لديك امكانيات كبيره جدا. وانا اتوقع ان الامارات احرجت وستحرج من سياتي بعدها في تنظيم كاس العالم لان هذه البطوله كما كانوا يقولون انها ربما ستموت لانها لا تمتلك حوافز ولا تمتلك دعايه واعلان وتغطيه اعلاميه، لكن في هذه النسخه اختلفت كثير اشياء، صحيح البطوله محتاجه تطوير من الفيفا، لكن انا اتوقع ان بهذا النظام بهذه النسخ بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب البطوله هذه تعتبر من افضل البطولات. طيب استاذ حسن، استاذ حسن هل البطوله كانت تفتقد للنادي الاهلي؟ شوف اذا تبغيني انا كمتذوق. نعم. وكمحب وكمتابع للكره طبعا النادي الاهلي يعتبر في افريقيا حال ريال مدريد في اوروبا. نعم. الهلال السعودي يعتبر في اسيا حال ريال مدريد في الزعماء دائما لما ياتون لاي بطوله يعطونها رونق اخر. نعم. لكن قدر الله ما شاء فعل الاهلي كان يستحق ان يكون او كان لوكا موجود الاهلي وليس مجاملة لنا على قناة الأهلي لكن الأهلي دائما الفرق التي تلعب بالكبرياء ودائما الفرق التي تلعب بشخصية البطل ودائما اللي تلعب بشخصية التاريخ النادي الأهلي سيضيف لأي مكان لكأس العالم للأندية لكن قدر الله ما شاء فعل قدر الأهلي أن يكون دائما هو صح حتى لما يغيب عن البطولات الناس تسأله تقول وينك أنت عن هذه البطولات حتى لو كانت بطولات العالم للأندية الأهلي فريق كبير الاهلي زعيم افريقيا الاهلي زعيم مصر ياتي الى بطوله العالم للانديه مكسب كبير وكبير جدا ان لم ياتي انا اتوقع ان قدر الاهلي ان ياتي الى هذه البطوله او ان ينافس فيها
مثل ما عمل في السابق وسيحقق نتائج ايجابيه. طب استاذ حسن، النادي الاهلي الان بصدد الاستعداد لوديه اتلتيكو مدريد، وتم دعوه عموري من الامارات، واسماعيل مطر لاعب المخضرم الشهير، والعديد من اللاعبين الاماراتيين النجوم للحضور الى هذه المباراه. كيف ترى هذه الوديه خاصه انها ضد الارهاب؟ اولا لما تتكلم او النادي الاهلي هو يعتبر قيمه كبيره جدا، وان تكون مباراه احتفاليه بجانب القطب الاخر من مدريد، هو اتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني وفرقته ولاعبينه، انا اتوقع انها اولا حدث كبير وكبير جدا في 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 في, في مصر وللنادي الاهلي. مشاركه اللاعبين الاماراتيين هذه تاتي اولا دعم للرياضه المصريه والكره المصريه، وبعد ذلك وجود لاعبين الامارات بقميص النادي الاهلي هذا يشعرنا بالفخر، وهم اصلا لعيبه كبار لهم تاريخ في قاره اسيا، لكن وجودهم مع النادي الاهلي راح يعطي للبطوله او المباراه دخل اعلامي، دخل تجاري. عمر عبد الرحمن ثلاث مرات كان رايح افضل لاعب في اسيا، و خليل بطل اسيا، اسماعيل حمادي ثاني افضل، ثاني افضل في العالم للشباب، فلهم تاريخ ولهم قيمه، اكيد سيعملون اضافه لهذه المباراه، ونتمنى دائما لنادي الاهلي التوفيق والنجاح في هذه المباريات، لان سمعت اليوم ان في 40 الى 50 الف متفرج راح ياتي باذن الله. الاهلي لو فتحها على 200 الف انا متوقع ان 200 الف راح يحضرون الملعب. انا دائما اقول ودائما اردد ان الاهلي قدره ونصيبه ان يكون فريق ناجح، فريق ان ياتي لاي بطوله ولاي مباراه ينجحها باعلامه، بجماهيره، بادارته، بامور كثيره جدا يمتلكها هذا النادي. طب استاذ حسن، عايز اسال حضرتك، يعني غدا النهائي وتم دعوه كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اسطوره الكره المصريه لحضور هذا اللقاء، ما تعليقك على هذه الدعوه؟ اولا نبارك للكابتن القدير محمود الخطيب هذه الفوز برئاسه النادي الاهلي. على فكره اعطيك معلومه، هو فاز في رئاسه النادي الاهلي في نفس اليوم اللي اعتزل في كره القدم. فاحيانا بعض التواريخ محزنه، لكن الوقت والزمن ياتي وليعدل هذا التاريخ. فهذه كانت من المفارقات الجميله جدا. القدر شايل خير. القدر شايل خير. هذا اول. ثانيا محمود الخطيب قيمه اداريه، قيمه رياضيه، قيمه هو شخصيه ليست بشخصيه عاديه، هو من افضل اللاعبين في تاريخ الكره العربيه الان، هو يمثل نادي كبير، لاعب كبير من دولة كبيرة في رياضة كرة القدم. أنا أتوقع وجوده في هذه المباراة سيعطيها إضافة كبيرة جدا، سيلتقي بالمسؤولين، سيلتقي برئيس الفيفا، سيلتقي برئيس الاتحاد الإماراتي، برئيس الاتحاد الأسلم، مهمة جدا من ناحية الأمور الإدارية، لأن الرئيس النادي دائما لابد أن تكون لديه علاقات مع جميع الأطراف، وهذا اللي أنا أتوقع أنه راح يكون ميزة كبيرة لوجود الكابتن محمود خطيب في هذه المباراه. بالتاكيد استاذ حسن، ودايما ان شاء الله تكون في تواصل ما بين الادارات العربيه وايضا الكره المصريه والكره الاماراتيه، دائما يبقى في تواصل وفي وئام وفي استفاده من كلا الطرفين، خاصه ان النادي الاهلي دائما حينما يذهب للعب في الامارات بيبقى كانه بيلعب في مصر، وده كان باني في لقاء السوبر لما كان بيروحوا حتى امام وديه روما. كان صحيح، ودائما نحن نتطرق بان نكون جزء لا يتجزا، سواء سياسيا، اقتصاديا، رياضيا، اجتماعيا، مع دوله مصر، مع جمهوريه مصر. لا تنسى ان هذه وصيه المغفور له زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله، ان نحن مصر دائما جنبا الى جنب، ليس في كره القدم وانما في جميع الجوانب الاقتصاديه والرياضيه والاجتماعيه. باذن الله نستقبل حضرتك هنا عن قريب، نشوفك في بلدك الثاني مصر باذن الله استاذ حسن. ان شاء الله يشرفني طال عمرك، وبالدنيا نحن دائما هي تعتبر امي الثانيه. ربنا يخليك يا فندم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ حسن الجسمي المتحدث الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كانت مداخلة مهمة جدا للعديد من الأمور. أرجع مرة أخرى، كنا نتحدث عن النهائي ونتحدث عن كيفية دخول ريال مدريد لهذا اللقاء، وكنت تتوقع أن هيبقى اللقاء مش سهل على نادي ريال مدريد أمام جريمي. بالضبط، يعني هو نادي جريميو بيعتمد على الهجمات المرتده السريعه، على قوه اللاعبين البدنيين. كان زين الدين زيدان كان ناقش الموضوع ده وقال ان الخصم بتاعه خصم بدني قوي مختلف تماما
عن اي خصم واجهه، لان هو بدني وقوي وكمان بيجمع مع ده الفنيات، فده هيبقى عامل ضغط على ريال مدريد. ريال مدريد ضد الجزيره شفناه كان متقدم جدا، شفنا كمان استقبل هدف من هجمه مرتده سريعه، يمكن لو ما كانتش اوفسايد فكان بقى 2-0 خلاص. بس نزول جاريث بيل مع نزوله يعني كان محظوظ جدا انه احرز عقب نزوله مباشره. هي كمان مش فكره حظ جاريث بيل قد ما هو تحرك، يعني كان واضح ان بنزيما في المباراه عبء. يعني المرات اللي بنزيما فيها في ريال، يعني ماتش اشبيليا مثلا لو رجعنا للجوال اللي جابها ريال مدريد هنلاقي فيه جوال كان بالضبط، كان هنلاقي فيه جوال كان كريستيانو رونالدو نزل الخط الوسط بدا بيها وفتح مساحات، وهو فتح مساحات وسجل. نعم احنا عندنا مفهوم خطا ان المهاجم بيفتح مساحات اللي هو خلاص ما يسجلش، او يسجل فما يفتحش مساحات، وده مفهوم مش يعني عارف جاي منين. يعني بناخد قصدك جزء فقط من مهمه راس الحرب. بالضبط، يمكن حتى كان مارادونا لما سال عن بنزيما قال لهم والله كان في بعض الاوقات مهاجمين بيبقوا موجودين فبيعملوا الوظيفه بتاعته عشان غيره يجي يسجل اهداف. تتفق مع تصريحات زيدان لما يعني سئل عن بنزيما وطلع قال بنزيما جود فور ذا تيم، يعني من اجل افضل للفرقه؟ ده هو قال كمان ان انا هدافع عنه بحياتي حتى الموت. يعني هو زي ما قلت لك ان هو مضطر، يعني هو عمره ما هيطلع ينتقد وهو ما عندوش مهاجم. هو عشان بلدياته؟ لا ملهاش علاقه خالص، بس يعني حتى برضه هم بنفس العروق العربيه، يعني كل منهم يعني الاثنين كان اصولهم الجزائر. ما اعتقدش حتى الموضوع خالص من الناحيه دي، لان ماتيو كوفاتشيتش لما اتسال عن الموضوع قال برضه ان بنزيما احسن من، يعني اتكلم ان هو احسن مهاجم في العالم، وقال ان ايكاردي كويس بس لا بنزيما. طب انا شايف ان ماتش زي اتلتيكو مدريد مثلا الترقيصه اللي عداها ما بين اثنين من دييجو جودين، واحد من الناس اللي احنا هنواجههم في كاس العالم، وايضا دفاع اتلتيكو من افضل الدفاعات وعملها بالعرض وسجل منها كريستيانو، هل كان الماجيك بتاع بنزيما او مهارته الخاصه هي اللي بتخليه يبقى اساسي؟ السحر ده، ما هو اصل هو مين اللي هيلعب عليه؟ ما هو اللي كان هيلعب عليه راح تشيلسي موراتا، لكن حاليا بورخا مايورال مش بالقوه الكافيه ان هو يلعب على كريم بنزيما. حتى وان كان بنزيما في نظرنا كلنا ضعيف، فهو برده بورخا مايورال لا يرتقي لحجم المنافسه ان هو ينافس كريم بنزيما. مهريا وبدنيا وفنيا هو اقوى من بورخا مايورال. انا عامه مش شايف بنزيما يعني بالضعف، لان هو له دور تكتيكي ودور فني، هو ممكن الناحيه التهديفيه عنده ما هياش بالشكل المطلوب لهداف ريال مدريد، ولكن هو له ادوار هجوميه مهمه جدا. طب نذهب الى الدوري الانجليزي سريعا، وبكره ان شاء الله ليفربول مش هيلعب طبعا، كل الناس ما دام قلنا دوري انجليزي ليفربول امتى؟ ليفربول هيلعب يوم الاحد صح؟ مع بورنموث. مع بورنموث، وده هيبقى من اللقاءات. هل شايف ان ده بالنسبه لمحمد صلاح لقاء قادر على استمرار التسجيل فيه؟ هو اعتقد يعني هو يلعب غالبا بنسبه كبيره تقريبا على براد سميث لاعب منتخب استراليا. نعم. يعني على حسب ايدي هو مدرب بورنموث. يعني اللي معاه براد سميث في فانتزي يغيره؟ مش للدرجه، بس هو يعني المراهنه على بالنسبه لصلاح، لان بورنموث نادي بيلعب كره انجليزيه بحته. نعم. الكره البدنيه، السرعه، التسديدات، الكرات الطوليه بالظبط. فالمراهنه على صلاح باستخدام سرعته، وده طبعا مراهنه ناجحه. النقطه الثانيه، يعني الناس كابتن صلاح في الفانتزي؟ الفانتزي لعبه خياليه، فانت ما تقدرش تجزم بان طيب سريعا، مانشستر سيتي وتوتنهام غدا، ودي ابرز المواجهات، كيف ترى؟ يعني لو مانشستر سيتي وبنسبه كبيره هو مرشح انه يعمل كده، لو كسب مباراه توتنهام فخلاص محدش هيقدر، مستحيل حد يقدر يوقف مانشستر سيتي عن ان هو يحقق لقب الدوري الانجليزي. اتفق مع كونتي ان خلاص مانشستر سيتي الابرز للفوز بالدوري بنسبه 90% مثلا، يعني الموضوع محتاج معجزه عشان سيتي يخسر الدوري، ومعجزه ثانيه عشان مانشستر يونايتد يطلع يكسب الدوري، يعني معجزتين مش معجزه واحده. مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد كان 1-0 ضد مؤخرا ضد بورنموث تقريبا على ملعبه. نعم، لوكاكو يعني دخيا كان رجل المباراة. يعني دخيا كان رجل المباراة على ملعبك، فالموضوع فعلا فيه قصور دفاعي. إيريك بايلي هيغيب لحد مارس تقريبا، فدي ضربة قوية جدا. حتى ما شفناش لاندلوف حتى الآن يعني، وحتى لما بيلعب بيتزحلق. طيب ومختريان؟ مختريان مش ثابت على مستوى، يعني ما يقدرش يديلك نفس المستوى. هل هيرحل في يناير؟ على حسب رغبة مورينيو، على حسب رغبة مورينيو وعلى حسب قوة اللاعب. يعني هو مورينيو بيعتمد على قوة اللاعب، يعني مارسيال تعرض لنفس اللي تعرض له مختريان، وشوف مارسيال بقى فين، بقى بيلعب وبقى بيسجل وبيصنع، دي الفكرة، يعني شخص اللاعب اللي بتفرق في الموضوع ده. نفس الكلام بالنسبة لسيتي، سيتي معاه قوة، يعني زي ما كان أرسين فينجر بيتكلم بيقول هو معاهم بترول، قصده على الفلوس، ومعاهم جودة، جوده اللعيبه الموجوده، وبالتالي هم اقدر واقرب بكتير جدا. يعني مع قمة احترامي لارسن فينجر، هم معاهم جوارديولا، وجوارديولا طبعا اثبت نفسه في فوق كل الكلام طبعًا. ده ما هو كان فيه الفلوس وكان فيه البترول، بس ما فيش جوارديولا، فما فيش دوري، ما فيش التسيد، كانوا بيحققوا، بس التسيد فعلا اللي حصل السنه دي جزء كبير يرجع لجوارديولا وتطوير اللعيبه اللي حصل.
يعني كنت اتمنى ان فترتنا تطول، ولكن كنت سعيد بيك والله يا اسلام مجدي الصحفي الناقد الرياضي بموقع في الجول. انا اسعد، شكرا لك. دي كانت اخر فقره معانا النهارده، حتى القاكم تحياتي، انتظرونا دائما وابدا الجديد في استاد النادي الاهلي، كل التفاصيل كل الكواليس عن كل حاجه بتحبوها في كره القدم. حتى القاكم تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.